بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد منح الكائن البشري والإنسان مواهب عظيمة ونعم متعددة يدرك بها حقائق الأمور، ومن أعظم تلك النعم التي منح الله سبحانه وتعالى الإنسان هي نعمة العقل. فبواسطة نعمة العقل يدرك الإنسان الأمور ويهتدي إلى الصواب في فهم أسرار هذه الحياة، لكن إدراكات العقول البشرية لفهم الأمور في هذه الحياة وغير هذه الحياة مختلفة جدا، فمن ها هنا ينشأ الاختلاف بين الناس لعدم إدراكات عقولهم لجميع الأمور والاختلاف إدراكات عقولهم في فهم الأمور التي تجري حواليهم. والاختلاف سنة الله سبحانه وتعالى، الاختلافات إدراكات العقل البشري للأمور كما تقدم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالاختلاف موجود لا مجال لرفعه إلا نادرا، لكن أهم من ذلك كيف يقدر الناس أن يتعايشوا مع هذه الاختلافات التي تكون بينهم سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين، كيف يمكنهم أن يقتدروا أن يتعايشوا مع الاختلافات في الوجهات النظر التي تكون فيما بينهم. وفي رأينا ممكن توجد ثلاث طرق، وهي موجودة بالفعل ثلاث طرق يقدر الناس أن يتعايشوا فيما بينهم مع وجود الاختلافات التي تكون بينهم غالبا. فالخصلة الأولى هي الحوار الذي يتبادل ما بين الأطراف، بشرط أن يكون هذا الحوار مثمرا، وأن تكون الإرادة والنية عند الناس في أثناء الحوار إرادة صادقة ونية صالحة في الاهتداء إلى الصواب، حتى لا يكون الحوار عبثا من غير نتيجة. الأمر الثاني، لا يشكل الاختلاف في وجهات النظر بين الناس نوع منازعة أو نوع عداوة، بل ممكن أن تختلف وجهات النظر في فهم الأمور، لكن تبقى القلوب على الاحترام والتقدير المتبادل وعلى الإلفة وعلى المحبة. فاختلاف وجهات النظر في فهم الأمور أو الاختلاف في التعايش لا يفسد الائتلاف بين القلوب. إذا تمكن الناس من فهم هذه الحقيقة أنه ممكن أن تختلف نظرات الناس للأشياء، لكن تبقى القلوب على ائتلافها وعلى تقديرها وعلى محبتها، سيجاوزون شوطا عظيما في قطع السبيل على من يريد أن يستثمر الخلافات التي تكون بين الناس لأغراض سيئة ولأمور غير حسنة. الأمر الثالث، يقدر الناس أن يتعايشوا على الخلافات التي تكون فيما بينهم بأن يعذر الإنسان الآخر في وجهة نظره، والمسلم يدعو الله سبحانه وتعالى للآخر أن يريه الصواب وأن يهديه سبحانه وتعالى للحق، فإن الأمور كلها بيد الله عز وجل، هو الهادي وهو الموفق. فإذا كان المسلم على هذا الاتصال بالله سبحانه وتعالى يحاور الناس الآخرين وهو يعلم أن الأمور بيد الله عز وجل، وأنه لا مجال لإكراه الناس الآخرين على وجهة نظره، كما لا مجال للناس الآخرين على أن يكرهوا الإنسان الآخر على وجهة نظرهم في أي أمر ما، يبدأ يفهم الناس كيف يتعايشوا مع الاختلافات التي تكون بينهم، وتكون الاختلافات التي تكون بين أولئك الناس كالاختلافات المعتادة في جميع نواحي الحياة. لا تجد الناس على هيئة واحدة ولا على حالة واحدة، لا في طعام ولا في لباس ولا في مسكن يختلفون، كذلك في اقتناعاتهم في أمور الأديان، اقتناعاتهم في نظراتهم للحياة يختلفون، هذا نظرته كذا وهذا نظرته كذا. فلا بد نحن أن نفقه سر الاختلاف الذي وجده الله سبحانه وتعالى، ولم ينشئ الكون على هيئة واحدة ولا على نوعية واحدة فقط، نوع المخلوقات كما نوع سبحانه وتعالى إدراكات العقول الأمور حتى تمشي الأمور على حسب إرادة الله سبحانه وتعالى. فنقدر أن نتعايش كما قلنا مع الآخرين بهذه الثقافة في فهم سر الاختلاف والحكمة من وجوده، وكيف أن نتحاور مع الآخر مع تقديرنا له واحترامنا له، مع عدم إكراهنا له وعدم إكراهه لنا، أن نتقبل وجهة نظره. بهذا تمشي الأمور ويحصل التعايش مع إثراء الفكر البشري بالاختلافات، هذا له منظاره وهذا له نظرته وهذا له وجهته، من غير أن يكون أي تنازع. لذلك عندما نسمع ربنا سبحانه وتعالى يعلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم طريقة التحاور مع الآخرين نجدها في القمة، إذ يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين،
فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحاور الآخرين وكأنه هو أيضا على ضلال، وهو ليس كذلك قطعا، ولكن تنزيلا لآداب المحاورة، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أسأل الله تعالى أن يفتح لقلوبنا وعقولنا آداب الحوار التي تكون مثمرة ونافعة وبابا واسعا يفتح للبشرية أبواب السعادة الكبرى في الدنيا وفي الحياة الأخرى الباقية. آمين بفضلك اللهم يا رب العالمين.